بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المحاضرة الرابعة لمادة قضايا اجتماعية محصلة. في المحاضرة ديت أنا بستكمل فصل التنشئة الاجتماعية وعوامل التنشئة الاجتماعية. تعتبر المدرسة أحد العوامل المهمة اللي بتساعد في عملية التنشئة الاجتماعية، بتؤثر تأثير كبير في بناء شخصية الإنسان. إزاي؟ المدرسة بتنقل متغيرات ثقافية من جيل إلى آخر، تهيئة مناخ مناسب لإكساب الأنماط الثقافية، إحداث أفضل مستوى من النمو الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي، يحسن استثمار ما لدى الإنسان من إمكانيات عقلية وتوظيفها في عملية التوافق مع أفراد المجتمع. بتكمل المدرسة بتقوم بدور إتمام الدور الذي قامت به الأسرة حيث سبق دخول الطفل المدرسة، تقوم بتعديل بعض الاتجاهات الأنماط الثقافية الأنماط السلوكية التي تتفق والمفهوم السليم للمتغيرات الثقافية لدى المجتمع. التأكيد وتدعيم على ما يتلقاه الطفل في الأسرة من معايير واتجاهات وقيم سليمة صحيحة. إتاحة الفرصة للطفل للالتقاء بعديد من الأفراد داخل المدرسة. تعلم كيفية التعامل داخل الفصول، التعامل مع الآخرين، ممارسة أنشطة مختلفة يتضمنها منهج نقل الثقافة داخل مجتمع أو مؤسسة المدرسة. يبقى المدرسة دور مهم في عملية إتمام عملية التنشئة أو إسهام في عملية التنشئة الاجتماعية. طيب العامل الأخير هو عامل جماعة الرفاق أو نقدر نقول الأصدقاء، دور أساسي ومهم جدا في عملية التنشئة الاجتماعية. بيستطيع الأصدقاء إكساب أقرانهم العادات والتقاليد والقيم عن طريق ما يحدث من اندماج وتفاعل أثناء اللعب أو المناقشة أو الحوار. الطفل بحكم طبيعته يجد في جماعة الرفاق التي تقاربه في العمر والميول والاتجاهات ما يشبع كثيرا من حاجاتي ورغبتي وميولي في إمكانية القيام بالأدوار التي لم تمكنه كل من الأسرة والمدرسة للقيام بها.